ومشاهدينا ينضم معنا مباشرة مراسل التغيير من الأنبار أحمد فلاح، أهلا ومرحبا بك أحمد. يعني اليوم أعلنت وزارة الكهرباء بدأ التشغيل الرسمي للمرحلة الأولى من الربط الكهربائي العراقي الأردني، فضعنا في تفاصيل هذه المرحلة. نعم، مرحبا. اليوم يستعد العراق وتستعد محافظة الأنبار ببدء تشغيل الربط الكهربائي العراقي الأردني الذي سيرصد مدينة الرطبة أقصى غرب الأنبار بالتيار الكهربائي، وهذه المدينة التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي الوطني منذ 10 سنوات، ولكن اليوم بعد الجهود الحكومية التي نظمها السيد السوداني وكذلك السيد وزير الكهرباء ووفد نيابي من محافظة الأنبار الذين أسهموا جميعا بالعمل على تنظيم هذه المبادرة، مبادرة الرطب الكهربائي العراقي الأردني، والتي سترصد بالتأكيد مدينة الرطبة وكذلك المعامل والمصانع التي المتواجدة في هذه المدينة والتي كانت متوقفة منذ 10 سنوات بسبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة عمليات إرهابية وعمليات عسكرية سابقة جرت في محافظة الأنبار. هذا الخط الكهربائي الذي يمتد على مساحة 300 كيلومتر داخل الحدود العراقية، وكذلك على مساحة 16 كيلومترا داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا هو يعتبر كمرحلة أولية لتغذية قضاء الرطبة غرب الأنبار بالتيار الكهربائي، والمرحلة الثانية ستشمل مدينة القائم الحدودية وكذلك مدينة عكاشات. يعني هذا الأمر سيسهم جدا بتعزيز الطاقة الكهربائية في المناطق الغربية، وكذلك سيخفف من الحمل والأعباء على الكهرباء في باقي مناطق محافظة الأنبار، والتي تغذي المناطق الغربية كانت تغذيها من خط حديثة وكذلك من خط الرمادي ومن مصدرها الأم من بغداد. مراسيم تشغيل خط الكهرباء الأردني اليوم حضرها السيد وزير الكهرباء العراقي وكذلك السيد مدير عام كهرباء الوسط وكذلك محافظ الأنبار محمد نوري الكربولي، إلى جانب وفد رسمي رفيع من الجهات المعنية من بغداد ومن الأنبار، ذهبوا فجر اليوم إلى قضاء الرطبة لافتتاح هذا الخط الكهربائي. نعم، طيب أحمد، بالنسبة للمرحلة الثانية من هذا المشروع، يعني هل ستشمل مناطق أوسع وستضم منطقة أو محافظة الأنبار بشكل واسع في مراحلها المقبلة؟ نعم، هذه المرحلة الأولى ستقوم بتغطية 40 ميجا واط كقدرة كهربائية، والمرحلة الثانية ستكون بطاقة 50 ميجا واط. كما تحدثت أنها سترصد محافظة الأنبار بالطاقة الكهربائية، نتحدث الآن عن الجانب الغربي من محافظة الأنبار، هذا لا يشمل شرق محافظة الأنبار، ولكن تغذية المناطق الغربية بالتيار الكهربائي الأردني سيخفف من الحمل والأعباء من جانب شرق محافظة الأنبار، وبالتالي سيسهم بتعزيز الطاقة الكهربائية. يعني هذا الخط الكهربائي أيضا سيسهم برفض وتعزيز الجانب القطاع الزراعي وكذلك القطاع الصناعي بالمحافظة، وبالتالي سيسهم بتشغيل العديد من الأيدي العاملة، وسينعكس إيجابا على مصدر الطاقة في المحافظة. نعم، مراسل التغيير من الأنبار أحمد فلاح، شكرا جزيلا لك.